ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. عشاق كورة وبس في كل مكان، أهلا بكم، يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين أنتم وكل أحبابكم أجمعين. لايك وشير وصلى على الحبيب قلبك يطيب. هبدأ معك سيد الفاضل بالتفاصيل المالية لانتقال أحمد عبد القادر أو رحيل أحمد عبد القادر عن النادي الأهلي إلى نادي سيفا سبور التركي، وبند مثير جدا في العقد. طيب، السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بيوافق على خطوة رحيل أحمد عبد القادر جناح القلعة الحمراء، وذلك بعد وصول عرض من جانب سيفا سبور التركي لضمه إلى صفوفه الفترة القادمة. طيب، هقول لحضراتكم كل التفاصيل المالية. طيب، ايه القصة وايه الحكاية وايه التفاصيل المالية في رحيل احمد عبد القادر لنادي سيفا سبور التركي؟ احمد عبد القادر بيتلقى عرضا تركيا جديدا خلال الساعات الماضية من نادي سيفا سبور لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. يغلق باب القيد في تركيا يوم 9 من شهر فبراير الجاري، وبالتالي ما زال الوقت متاحا امام اللاعب للرحيل وخوض تجربة جديدة في مسيرته بعد خروجه من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول بالنادي الاهلي في الفترة الماضية. الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بقيادة مارسيل كولر بيطالب حسم موقفه النهائي من العروض والتفكير جيدا. احمد عبد القادر اغلق ملف الرحيل عن الاهلي في الميركاتو الشتوي الجاري وتمسك بالحصول على الفرصة من جديد والقتال لاثبات نفسه في احقيته في المشاركة مع الفريق. طيب، احمد عبد القادر بيوجه يعني رسالة لاحمد حمدي بعد انضمامه لنادي الزمالك، وهل دي تلميحات لقدوم احمد عبد القادر الى نادي الزمالك ولا لا؟ حرص احمد عبد القادر لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي على توجيه رسالة خاصة لاحمد حمدي صفقة الزمالك الجديدة بعد اضرام مسؤول نادي الاتفاق مع اللاعب المارد الاحمر السابق على الانضمام لصفوف النادي لمدة 3 سنين ونصف بشكل رسمي. احمد عبد القادر يفاجئ صفقة الزمالك الجديدة برسالة خاصة، وعلق احمد عبد القادر على الصورة الخاصة للاعلان احمد حمدي انتقاله لصفوف نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على الانستغرام معلقا مبروك يا حبيبي. احمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي، انتقل احمد حمدي الى صفوف نادي الزمالك في صفقة انتقال حر بعد حسم كافة الامور المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة وانضمامه رسميا الى صفوف القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم ونصف. ارتبط اسم احمد عبد القادر لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الماضية بعد ازمته مع مارسيل كولر المدير الفني للنادي وغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية بشكل رسمي قبل ان يتم العفو عنه ويعود للمشاركة بصورة طبيعية مع الفريق. احمد عبد القادر قريب جدا من الانضمام الى نادي الزمالك. احمد عبد القادر بقول لك قريب جدا من الانضمام الى نادي الزمالك. احمد عبد القادر بيطالب القلعة الحمراء او بيطالب النادي الاهلي يعني الموافقة على العرض بتاعه للخروج على سبيل الاعارة او البيع النهائي. احمد عبد القادر بيفاجئ الجميع. على فكرة يا جماعة، احمد عبد القادر مفيش خلاف على مهاراته، مفيش خلاف على الاطلاق على مهارات احمد عبد القادر، ان هو من افضل اللعيبة في مصر بالمستوى الفردي ولكن ليس المستوى الجماعي. احمد عبد القادر على المستوى الفردي حاجة جامدة جدا، ولكن هل احمد عبد القادر اخطأ او قصر في حق نفسه؟ بالطبع نعم، احمد عبد القادر قصر في حق نفسه كتير جدا، خصوصا ان مارسيل كولر مش بيحب اللعب الفردي،
مارسيل كولر بيحب الفردية والجماعية في نفس الوقت. يعني لما يكون عندك ويعني يعني لما تبقى رايح واحد ضد واحد، ده بالتالي لازم يكون مجهود فردي. فبأحمد عبد القادر كان من أفضل اللعيبة في مصر اللي بتعمل الحتة دي قوي، اللي هي بتقدر تروح واحد على واحد وبتقدر تروح وتجيب جوان، زي ما شفنا مباراة الهلال السعودي التاريخية 4-0 في كأس العالم للأندية. لكن بالنسبة للمستوى الجماعي، هو أحمد عبد القادر قليل جدا على المستوى الجماعي، وبيفضل اللعب الفرد أكتر، وده طبعا ساعات كان بيهدر هجمات خطيرة جدا للنادي الأهلي بسبب الفردية بتاعت أحمد عبد القادر. وده طبعا اللي عصب مارسيل كولر منه، واللي زعل مارسيل كولر منه، ان انت بيبقى معاك اتنين وتلاتة بيكون في الهجمة، وبتفضل برضو انك تشتغل فردي، وده طبعا مش موجود في كرة القدم، لان كرة القدم لعبة جماعية وليست لعبة فردية، ولكن هي مطلوبة الفردية في بعض الاوقات فقط. هل ينتقل احمد عبد القادر للزمالك؟ الله اعلم. هل احمد عبد القادر الموسم الجاي يكون في الزمالك؟ برضو الله اعلم. لكن اقول لحضراتكم حاجات مثيرة جدا، ولو النادي الاهلي ما عملهاش اقول لكم بنسبة 100% احمد عبد القادر سينتقل لنادي الزمالك. احمد عبد القادر خلاص هيحترف في نادي سيوسبور تركي بنية الشراء، يعني اعارة 6 شهور بنية الشراء. في حالة الشراء النادي يدفع 2.5 مليون دولار للنادي الاهلي ويشتري احمد عبد القادر، ولكن لازم إدارة التعاقدات في النادي الأهلي تحط بنود قوية جدا في عقد أحمد عبد القادر في حالة فشله الاحتراف الخارجي والعودة مرة أخرى إلى مصر، يكون من بوابة النادي الأهلي وما يقدرش يلعب في نادي في مصر غير بموافقة النادي الأهلي. وده طبعا اللي البند اللي النادي الأهلي حطه في عقد حمدي فتحي، والبند اللي حطه النادي الأهلي في عقد محمد شريف. هل النادي الأهلي هيحط نفس البند في عقد احمد عبد القادر؟ هل النادي الاهلي هيقدر يحافظ على احمد عبد القادر الفتره اللي جايه؟ طيب كابتن ابراهيم سعيد بيقول لك احمد عبد القادر فتح باب مفاوضات مع نادي الزمالك. ابراهيم سعيد لاعب النادي الاهلي الكبير بيكشف عن تطورات مفاوضات نادي الزمالك مع احمد عبد القادر لاعب الاهلي للتعاقد معاه خلال الفتره القادمه. وقال سعيد في تصريحات خلال برنامج التلفزيوني: هناك وسطاء توصلوا مع أحمد عبد القادر، تمام كده، لمعرفة انتقاله أو معرفة رأيه في الانتقال إلى نادي الزمالك. وتابع شهادة الفترة الأخيرة استفسارات من بعض الوسطاء مع نادي الزمالك من اللاعب ومن المقربين لي عن موقفه من الانتقال للزمالك حال رحيله عن النادي الأهلي في هذه الأوقات. وقال كمان: جاء ذلك بعدما ظهر عبد القادر ضمن أبرز المرشحين بقوة للانتقال إلى نادي الزمالك، ولكن أكد مصدر مقرب بأن اللاعب لم يغلق هذا الباب بشكل نهائي. وقال سعيد حديثه قائلا: أحمد عبد القادر لم يقرر مصيره حتى الآن، ولكن الأقرب هو الرحيل عن صفوف النادي الأهلي وفتح باب مفاوضات مع الزمالك. وبيرغب أحمد عبد القادر في الرحيل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد وصول علاقته إلى طريق مسدود مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وآخرهم كانت بطولة كأس العالم واستبعاده نهائيا من بطولة كأس العالم للأندية. خلاصة الكلام: أحمد عبد القادر من اللعيبة الكويسة جدا، ونادي الزمالك نادي كبير جدا. حتى لو احمد عبد القادر انتقل لنادي الزمالك هيكون اضافه قويه 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 لنادي الزمالك. واقول لكم كمان، لو انتقل احمد عبد القادر هيتوهج في نادي الزمالك، خصوصا لما يكون زيزو في اليمين وعبد القادر في الشمال بقى، واحمد حمدي في الوسط، وما ادراك بقى ما الثلاثي المرعب ده. لكن توقعاتي، اتوقع ان احمد عبد القادر في حاله فشل مارسيل كولر باحتواء اللاعب سينتقل لنادي الزمالك الفترة القادمة، ونتمنى التوفيق سواء كان أهلي أو زمالك، هما الاثنين أندية كبيرة وقطبي الكرة المصرية. في نهاية الحلقة أتمنى من الله أن الحلقة تكون عجبتكم، ياريت تدعمونا باللايك للفيديو والاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك أهم أخبار النادي الأهلي ونادي الزمالك والكرة العربية والمصرية بشكل عام. بشكرك يا صديقي أن أنت كملت معايا الحلقة للنهاية. أشوفك على خير، مع السلامة.